وكمان هنعمل التفاح المشوي في الفرن مع الايس كريم. ايه هي مقاديري؟ عندي التفاح الاحمر وهفضيه كده زي ما احنا شايفين او هحشيه، عشان احشيه بس بشيل شويه. عندي عين الجمل المطحون، عندنا عسل وزبده ونعناع ورمان، وهنقدمه مع ايس كريم الفانيليا. تعالوا نشوف اول حاجه عايزه اعملها هي ايه. هجيب هنا كده بايركس وهرص فيه التفاح بتاعي. وهبدأ كده بعين الجمل المطحون بتاعنا، هنحشيه بعين الجمل. بصوا الجمال ده كده. ممكن كمان احط معاه زبيب وقرفة، برضو بيطلع حلو قوي اهو كده. وهحط على كل واحدة معلقة صغيرة من العسل. سهلة قوي بس بتطلع طعمة جدا. وبعدين على كل واحدة هحط مكعب زبدة وهدخلها الفرن لحد ما تلاقوها استوت. يا سيدي يا سيدي يا سيدي اهو، شوفوا بقى بتطلع عاملة ازاي. بس هناخد بالنا عشان سخنة. الله 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 على كوبايات التفاح. اوف، نحط على كل واحدة كده الايس كريم، نحط بقى النعناع